شواطئ على غير عادتها خلافا لمواسم السياحة في أعوام سابقة. طوق أمني ضمن خطط الحكومة الجزائرية لمواجهة فيروس كورونا. كر وفر بين المصطفين ووحدات تابعة للدرك الوطني لإخلاء الشواطئ غرب العاصمة. بكاي اللي فاهمين يهبطوا يعاودوا يرجعوهم للجندارم، ضارين يجوا لهنا ما عندهم شو يروحوا. يجوا يحوسوا علينا بليزير فوا يريتيهم للجندارم. شغل الجفاف متوقفة كلش حابس خويا. كاين ني باركينغ ني بحر ني والو، احنا عندنا عام وحنا نستناو في هاد لا سيزون هادية، لحقت دوكا ما كاين والو. مئات من العائلات والشبان يسعون لارتياد السواحل أملا في الاستجمام رغم مخاطر الجائحة. لازم نديروا احتياطات تاعنا، واجب عليهم علينا، مام هما في خدمتهم وحنا نعاونوهم، لازم باش الواحد ما يشغل هما وحدهم. خاطر هذا راهي مضرة لينا وللجزائر بكامل. في الحقيقة عندهم الحق كما يقولوا يديروا الإجراءات هذو، يغلقوا لهم الشواطئ خير. أخذت الحالة كما يقولوا ماهيش مليحة، وكما يقولوا راهي غير شوية، وكان يحلوا الشواطئ تولي بزاف. شواطئ زيرالدا على شريط الساحل الغربي كانت في الموسم الماضي مصدر دخل لمئات العائلات التي تنتظر فصل الصيف لمزاولة نشاطاتها التجارية. جائحة كورونا لا زالت تؤثر بشكل مباشر على القطاع السياحي، مما سيزيد عبئا كبيرا على كاهل الدولة في مكافحة الوباء. شواطئ السواحل الجزائرية خالية على عروشها، ولأول مرة تبدو بهذا المشهد الخالي من الحركة. أمواج دافئة ورمال ذهبية تنتظر من يداعبها في عز موسم الاصطياف، ويأمل عدد من المرتادين لهذه الشواطئ بعودة الحياة إليها بعد رفع الحجر الصحي. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر.